التلاميذ والتلميذات ديال المؤسسه السلك الابتدائي كل الاقسام دفعناهم من تاطير المعلمات والمعلمين باش يبدعوا التلاميذ يعطيو قيمه يهتموا بلغتهم اللغه العربيه ويعطيوها القيمه ديالها على المستوى بالنسبه للمقارنه مع مجموعه من اللغات. وهذا الشيء هذا الاحتفال عبر مجموعه من المسرحيات، مجموعه من القصائد الشعريه، مجموعة الإبداعات الأدبية، وهذا اللي كيخلي التلميذ يرتبط بالقراءة ويهتم باللغة ديالو باش يولي يرفع من المستوى ديالو التعليمي. أشكر السيد المدير، وأنا فخورة كثيرا بالمعلمة هدى اللي هي تدرسنا اللغة العربية وتعطينا الحب في أن نتعلمها. فخورة جدا بأن ننتمي إلى مدرسة النور الثانية. شكرا كثيرا. رغم أنني أحب جميع اللغات الأجنبية المختلفة، لكنني أعشق كثيرا اللغة العربية. هي لغة التواصل، لغة الحب، لغة أجدادنا. أنا فخورة كثيرا بهذا اليوم. كما رأيتم وكما شاهدتم، اليوم احتفلت مدرستنا مع تلامذتها باليوم العالمي للغة العربية، اليوم الذي تم إدخالها فيه إلى أو ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل للأمم المتحدة. لغتنا العربية التي ندرسها ونعلمها لتلامذتنا لكي يتعودوا عليها في حديثهم سواء داخل المدرسة أو في خارجها. ومن الأهم من هذه الأشياء أنها لغة القرآن الكريم التي كرمها الله وحفظها. أحب لغتي العربية لأنها لغة القرآن ولغة الضاد ولغة الأجداد. وأريد أن أشكر سيدي المدير والأساتذة والأستاذات لحرصهم على تعليمنا هذه اللغة العريقة والمجيدة. جد سعيد جدا لمشاركتي ضمن فعالية اليوم العالمي للغة العربية. إذن بالنسبة لهذا اليوم دابت مؤسستنا وكعادتها على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف هذه السنة الذكرى 50 من إعلان اللغة العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة. كيف لا؟ ولغتنا الحبيبة هي لغة القرآن، لغة الضاد، لغة العلوم. وكما رأيتم من خلال العروض التي تفضلتم بمشاهدتها، فإن متعلمينا متعطشون لهذه اللغة العربية، متعطشون للنيل من معينها، متعطشون لتعلم قواعدها التركيبية والإملائية وكذا التعبيري الكتابي والشفهي من خلال القراءة التي نحرص دائما على القيام بها بالنسبة للتلاميذ. كانت لدينا الفرصة من خلال القراءة، من خلال التنقيب عن مجموعة من المواهب، أن اتضح لي على أن التلاميذ لديهم حب للغة العربية.